مشاهدينا الكرام، نختتم هذا البرنامج اليوم بمقابلة خاصة أجرتها موفدة قناة الآن جنان موسى مع مريم عمر ابنة خالة إيمان العبيدي، المرأة التي اغتصبت من قبل قوات تابعة للقذافي. هذه بنتها، هي عندها 7 بنات، عندها إيمان خريجة كلية القانون فرع الزاوية، وأمال خريجة أداب تشتغل في طرابلس في الرقابة الإدارية. فإيمان تمشي عند أختها زيارات، تقعد مع أختها عشان عندها أولاد، عائلتهم محافظين مع بعض، ملموم مع بعض يعني. فهي امبارح في حواجز طرابلس مسكينة ومعتدين عليها. هي أمتى راحت على طرابلس؟ لا، هي على طول تمشي لأختها طرابلس، هم في حواجز أمنية في طرابلس داخل طرابلس، هم اللي اغتصبوها، هم اللي مسكوها، بس هي باستمرار تكون عند أختها. أختها متجوزة واحد اسمه صالح الدينالي، اللي هو احتمال يقولوا قتلوه حسب ما تحكي إيمان، أنه هو انقتل وخطفوا ابن أختها لأول مرة. احنا تفاجأنا وذهلنا، ومبارح لعند اليوم احنا مش نايمين ومش عارفين الواحد ياخذ الحق رب العالمين، بس ضروري الناس تعرف الحقيقة أن البنت هذه خريجة قانون، يعني خريجة قانون، كيف خريجة قانون وكيف عندها حالة نفسية؟ بس احتمال حيضربوها على دماغها، يسبوا لها حالة نفسية، إنهم متعودين من قبل على المواقف هذه، هما مش جديدة عليهم. إيمان مجوزة عندها أولاد؟ لا، إيمان شابة. قالوا عنها مجنونة. لا مش مجنونة إيمان، إيمان خريجة قانون، كيف القانون يخرج ناس مجانين؟ إيمان واعية، ومعقولة تبقى ساكنة مع أختها واحدة عندها حالة نفسية وأختها عندها 2 أولاد؟ سمعتوا أخبار من بعد ما أخذوها؟ من بعد ما أخذوها أهلها في طبرق دارين عزاء أن هي ماتت، هي وجوز أختها، مش هي شخصيا، جوز أختها قتلوه وابن أختها خطفوه، وهي في اللقاء تقول قتلوا صالح وخطفوا حمد. مين هن صالح وحمد؟ صالح جوز أختها، جوز أمال، وحمد ابن أختها. وأمال وينها؟ أمال مش معروفة، احتمال حيطلعوها اليوم على الشاشة الليبية عشان تقول إن أختي عندي حالة نفسية، والطبيعي إن طبعا حيكون تهديد السلاح، وحسب الله ونعم الوكيل. طيب العائلة بتبرق حاولت إنه تتصل بقوات الأمن، أنتوا حاولتوا تتصلوا؟ أي قوة أمن؟ تعرفوا يعني إذا فيكم طلعوها، حاولتوا؟ يستحيل يستحيل، وين حد يقدر يطلع؟ أنسي الموضوع، أنسي الموضوع، إلا بقدرة رب العالمين بس يعني. طيب اختها بطرابلس ليه ما اجت نقلت لهون من بعد ما خاطر؟ تشتغل غادي في الرقابة الإدارية في طرابلس، ولما سكروا عليهم طرابلس عبارة عن سجن كبير. نحن نتصلوا بعائلاتنا اللي عندهم ثريا وكي، يقولوا نحن ما نقدرش نجمعوا أكثر من 2 3 أكثر منك، ونحن حياتنا مربوطة بالمية بس وبالخبزة وبالبنزين، أكثر منك ما فيش أي تحركات في طرابلس. إذا كان عم يسمعك القذافي أو أبناءه أو كذا، شو بتوجهي له رسالة؟ لا، هو القذافي ما عندهش وجه أصلا، يعني كل ما يقول كلمة ويكذبه وعنده عادي، تعود على ان الناس تكذب فيه، تعود على هيك. طب حراسه بتوجهي رساله لحدا موجود هونيك يعني؟ لا، كله مثل بعض صدقيني، كله مثل بعض، يعني تحسب ان في حد افضل من حد عنده، كله مثل بعض، بس هم لازم يعرفوا ان الله اكبر على الطاغي، وان معمر لا محاله منتهي. شو رايك، شو راح بيصير بايمان وبامال وبجو؟ لا خلاص، لا نسيناهم هذول، هذول من الان حيطلعوا يا مجانين نفسيا يا ميتين، ما فيش نهاية، يا نهاية خلاص، هي نهاية. أن هي إيمان بارك الله فيها أنها فضحاتها وانكشف الوجه الآخر، وجه أنه وصل حتى في النساء، هذا الوجه الأخير، هذا آخر وجه. ما زال هي كانت تروح على طرابلس قبل، كانت تخبركم عن أشياء بتصير معها بالطريق؟ شي مرة قالت لكم الناس زعلت؟ لا لا لا، كانت تنزل مع أختها وكي، لكن هذا الحراسات في الطريق والبوابات فضل أهلين. الو، تسمع فيا؟ الو، ايوه فضل. تمام، شو اخبارك؟ شو الاخبار عندكم؟ والله ما في اخبار، بعد الموقف اللي عرفت في التلفزيون ما وصلنا شيء. بيو علي صالح صح ميته؟ الو علي صالح راجل امال ما عادي، ما تأكدتش منها والله، سمعناها غرق في كلمة في التليفون. بيه قالوا ميت العيل رايح. الميت العيل رايح؟ ها ايوه. مين فضل؟ هذا نفس تليفوني، فضل خالها، يكون خال البنت موجود بتبرق. هي ايمان من مواليد 82، يعني مش كبيرة. تفاجأتي وقتها؟ تفاجأت وما تفاجأتش،
تفاجأت أني نشوف أنا بنت خالتي على التلفزيون، وما تفاجأتش أن هذين أعمال معمر، يعني ما مش غريبة عليه، مش غريبة. بكرة حتعبوا صحف وجرائد ومجلات وحيطان وتلفزيونات، وممكن حتقعدوا تحكوا سنة عن النزالة بتاعه على الحقارة، وهو هذا معمر القذافي مش حيتغير، ما فيش شيء جديد. أوكي. طيب قالوا عنا كمان أنه سكراني وأنه شربانة. طب يحددوا يا حالة نفسية سكرانة يعني. طب كيف وصلت للأوتيل؟ يعني مجنون يحكي وعقل يسمع، كيف وصلت للأوتيل؟ هي عادة شخصيتها قوية، شخصيتها قوية. بعدين يعني عادة لما تصنفي، لما تقول لي فلان دكتور معناه عنده مهنة، قانون معناه إنسان بيضبط بالورقة وقلم، عارف كل خطوة يخطيها.